تصعيد جديد ضد المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء. أين وصل اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في السويد؟ ولماذا تتوحش الميليشيا ضد المختطفين في الوقت الذي تنتظر الأمهات أن يتم الإفراج عن أبنائهن؟ أهلا بكم. كشفت رابطة أمهات المختطفين عن إجراءات تصعيدية لميليشيا الحوثي ضد المختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وقالت الرابطة إنه منذ أسبوعين تمنع الميليشيا أهالي المختطفين من زيارة أبنائهم، وقاموا بأخذ فرش وأغراض المختطفين ومنع دخول الطعام والأدوية إليهم بالرغم من حرج الحالة الصحية لبعضهم. وبعد آمال بالإفراج عن المختطفين بعثها اتفاق السويد، عادت الأمور إلى مربع الصفر، بل واصل الحوثيون في الحديدة وصنعاء وبعض المناطق مسلسل اختطاف المدنيين. رابطة أمهات المختطفين أطلقت نداء للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الدولية تدعو فيه إلى الضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن أبنائهن دون قيد أو شرط. تصعيد جديد تشنه ميليشيا الحوثي ضد المختطفين بسجن الأمن السياسي بصنعاء. رابطة أمهات المختطفين في بيان لها كشفت عن قيام ميليشيا الحوثي بمنع الطعام والدواء عن المختطفين منذ أسبوعين، بل وعاقبت كل مختطف مريض يطالب بدوائه بتقييده بالسلاسل، وكل من يطالب بإسعاف زميله المريض يتعرض للتعذيب كذلك. البيان طالب أيضاً مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والصليب الأحمر بزيارة سجن الأمن السياسي والعمل على تمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية والضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. بين البرد والأمراض الجلدية وخطر وباء الكوليرا يعيش المختطفون في سجون الحوثي، وعندما تأتي الأمهات لرؤية أولادهن ينالهن الكثير من الأذى والإهانة. عيالنا محرومين من الشمس، عيالنا مريضين، بعد بيشتروا يقوموا. صالح غياث والد المختطفين خالد ومنصور غياث ظل 3 سنوات وهو بانتظار الإفراج عن ولديه، لكن روحه أنهكت وفارق الحياة قبل أن يستطيع احتضان أبنائه خارج القضبان. قصص مأساوية تحدث للمختطفين داخل السجون بينما يعيش أهاليهم خارجها عذابات لا تقل ألماً عما يحدث لأبنائهم في الداخل. الأهالي الذين عاشوا لحظات تفاؤل كبير حين أعلن عن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في سياق تفاهمات السويد أواخر العام الماضي، قرابة 4 أشهر منذ اتفاق السويد فشلت خلالها الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين لإتمام صفقات التبادل، وتبخرت تلك الفرحة التي حلم بها أهالي المختطفين على مدى شهور طويلة. ورغم فشل صفقة التبادل إلا أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث لم يحمل المسؤولية الطرف المسؤول عن إفشال الصفقة، لا أمام مجلس الأمن ولا أمام الشعب اليمني وأهالي المختطفين. وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام إزاء الدور الأممي في اليمن، خصوصا وأن بقية بنود اتفاق السويد هي الأخرى لم تجد طريقها نحو التنفيذ. وضع المختطفين في سجون الإمارات بعدن ليس أفضل حالا عن صنعاء، فقد كشف بيان رابطة أمهات المختطفين بعدن عن منع أهالي المختطفين من زيارة أبنائهم في سجن بير أحمد وقيام المسؤولين عن السجن بالاعتداء على الأمهات وإشهار السلاح عليهن. اليوم عيدي برؤية أبني، أشوف أبني اللي انحرم منا 3 سنوات مخفي ولا داري إيش مصيره يا عبد ربه. أمهات المختطفين حملن وزير الداخلية أحمد الميسري مسؤولية ما تعرضن له. أمهات المختطفين حملن وزير الداخلية أحمد الميسري مسؤولية ما يتعرضن له وطالبن بسرعة الإفراج عن أولادهن من السجون التي سبق وأن أنكر نائب الوزير وجودها في عدن.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة أمة السلام الحاج عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن بيان جديد صدر عن الرابطة بخصوص المختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، ما الذي يحدث للمختطفين في هذه السجون؟ أشكرك أولا وأشكر ضيوفك والمشاهدين جميعا، ونقول أن هذه المأساة تتكرر بنظر الأمم المتحدة والعالم أجمع. الجميع كلهم يتفرجون على هذه الفئة من البشر وهم يعذبون وينهكون، وأمهاتهم تهان أمام السجون، والمسألة تتكرر يوميا وتزيد كل فترة بأشكال أخرى، بحيث أنه يوصلوا للناس أنه إحنا أقوياء وإحنا كذا. فهذه الجبروت وهذا الظلم الذي يحصل للمختطفين وأمهاتهم إن شاء الله لن تمر على خير، لأنه الأمر لا ينتهي بالتقادم، و سيذوقوا من الكأس الذي أذاقوا هذه الأمهات منه. نعم، إذن هناك بيان من عدن تزامن مع بيان أطلقته الرابطة حول مع بيان صنعاء أطلقته الرابطة حول أيضا الانتهاكات التي طالت المختطفين في عدن، خاصة في سجن بير أحمد. هل حدثتنا أيضا عن التفاصيل ويعني فكرة تزامن البيانين؟ القصة أنه الزيارة في أيام محددة، فكانت زيارة أمهات المختطفين لأبنائهن في اليوم السابق في عدن، وزيارة أمهات المختطفين في اليوم الذي بعده في سجون في سجن الأمن السياسي بصنعاء. فكانت نفس التصرفات ونفس الهجمة ونفس الأشياء التي تستغربي أنه نفس التعامل من الجهتين. نخرج بالموضوع أنه الأمهات هن الحلقة الأضعف في هذا الأمر كله، وأنه لابد للعالم أن يرى ويشاهد ويعاين كيف تتعامل هذه الجماعات مع هذه الأمهات وأبنائهن. ولذلك أصدرنا بيانين في رابطة أمهات المختطفين. البيان الأول ما حدث للمختطفين وأمهاتهم في عدن، المعتقلين وأمهاتهم في عدن، وما حدث للمختطفين وأمهاتهم أيضا في سجن الأمن السياسي في صنعاء. يعلم الله أن الأمهات يتصلن بنا بعد خروجهن من الزيارات وهن يبكين دما، مش بس دموع. يتخيل الإنسان أنه عندما الأم هذه تسعى وتجتهد وتذهب لزيارة ابنها، وقد طبخت وتكلفت بأشياء كثيرة، وأنتم تعلموا الناحية المادية والاقتصادية في أمانة العاصمة وغيرها، كيف الوضع صعب جدا، وإذا بها تأتي وتهان أمام السجن، ثم عندما تدخل تشاهد أن ابنها قد تم تعذيبه إلى درجة أنه يغمى عليه أمامها. يعني تخيلوا كيف بيكون وضع الأم في هذه الحالة. ولذلك استنجدين برابطة أمهات المختطفين أن نعمل بيان وأن نسمع العالم كله ما يحدث لهؤلاء البشر المظلومين المدنيين الذي أخذوا من بيوتهم ومن مقار أعمالهم. هذا الظلم الحاصل على هؤلاء الناس، فلا بد أن العالم كله يسمعنا يا ناس. طيب وصلنا أصواتنا إلى الجميع، ولكن ما أدري إيش القصة لهذا الصمم الذي يتجاهلنا في هذا العالم. نعم، إذا نسمح لنا أستاذة أمة السلام أن تنضم معنا عضو رابطة أمهات المختطفين أم أحمد عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أم أحمد. مساء النور.
نعم، كونك في صنعاء أم أحمد فأنت قريبة من الأحداث التي حدثت للأمهات ولأبنائهن في سجن الأمن السياسي والحال الذي يعيشه المختطفون هناك، حدثينا عن ذلك. بالفعل تم الالتقاء بمجموعة من الأمهات ومجموعة من الزوجات والحديث معهم حول أوضاع المختطفين حاليا في الأمن السياسي. ذكروا لنا أنهم تعرضوا للكثير من الانتهاكات، تجريدهم من ملابسهم، ذكروا أنهم تم إحتاق تلك الملابس جديدها وقديمها، تركوا المختطفين فقط ببدلة السجن الخفيفة بدون ثياب بدون ملابس داخلية. تعرض هؤلاء المختطفين للضرب للتعذيب أيضا لممارسات لا أخلاقية معهم، منعوهم من المياه من الأدوية من الطعام. ذكرت إحدى الزوجات أنه أن الزوج لها فقط نبههم على أن أحد المختطفين أغمي عليه وأنه وصل من إلى حالة صعبة جديدة من المرض، فقاموا بتقييده هو والمريض. يعني الحالة بصراحة الأمن السياسي في هذه الفترة ازدادت وتيرة السوء فيه، هو سيء أصلا من سابق، لكن في هذه الفترة ازداد سوءا. هل لديك تفسير لهذا الازدياد في هذا السوء؟ يعني في الحين الذي تترقب الأمهات تنفيذ اتفاق السويد والإفراج عن أبنائهن، يتم معاملة المختطفين بشكل أسوأ مما كان عليه، ما هو التفسير بنظرك؟ التفسير أن جماعة الحوثي ما زالت مستمرة في ممارساتها، لم تجد رادع لمثل هذه الممارسات. أيضا زاد من ذلك تعيين المدعو يحيى السريع، وهو شخص معروف بمعاملته السيئة للمختطفين كمدير بالأمن السيادي. نعم، إذا كيف تتابعون وضع المعتقلين والمختطفين في هذه الظروف وما الذي يمكن تقديمه لهم؟ كما ذكرت لكم، بعض الأمهات قالت أنها كانت عندما تزور ابنها وعندما ترى وجوه المختطفين يحاولون أن يبثون الأمل الابتسامة في وجوه ذويهم وأقاربهم، لكن في هذا الأسبوع عجزوا حتى عن تكلف الابتسامات امام اقاربهم. الوضع صار لا يسكت عليه. نحن طالبنا من جميع الجهات، المنظمات الشرعيه، الحكومه، الصليب الاحمر، المفوضيه الثانيه لحقوق الانسان، التدخل، الضغط على جماعه الحوثي على الاقل لتحسين طرق الاحتجاج الى ان ياتي الافراج، رغم ان مطلبنا الاول هو الافراج عن جميع المختطفين بدون قيد او شرط. نعم، إذا ابقي معنا أم أحمد، أعود إليك أستاذة أمد السلام. أستاذة أمد السلام، يعني تحدثت معنا أم أحمد عدد الجهات التي وجهتم لها بياناتكم وخطاباتكم، عل وعسى أن تقدم أي عون. ما صدى هذا النداء وهذه البيانات لدى كل هذه الجهات التي قمتم بتوجيه خطابكم لها؟ لقد ناديت لو أسمعت حيا، هكذا يقول الشاعر، ولكن سنظل ننادي وسنظل نسمع صوتنا للعالم ونظل نطرق، لأن نحن أصحاب قضية إنسانية، لا يمكن أن نتخلى عن أبنائنا. هم يوصلون الآن بهذه الطريقة أن نحن نقول يلا خلاص عاملوهم معاملة كويسة داخل السجن الأمن السياسي، لكن نحن نطالب بالإفراج عن أبنائنا، هذه قضية أساسية. الشيء الثاني أنه الصليب أو غيره يتعذروا أنه في السجون السرية ما نقدرش نروح نزور هذه السجون. الآن الانتهاكات تكون في سجن سياسي معروف مكانه، يدخل الصليب الأحمر وغيره. الآن احنا نطالب الصليب الأحمر يلا ورينا هذا التصرفات الذي المفروض، هذه من صميم عملكم، انقذوا أبناءنا هؤلاء. إذا كان في هذه المرحلة هو يشتكي كما قلت لك، يوصلون الحوثيون إلى أن نقول خلاص عاملوهم معاملة كويسة وخلوهم عندكم، لو ما تفرغوا للمفاوضات الجديدة واللعب الجديد على السياسة.
ولذلك هذه مشكلة كبيرة جدا أن تجير قضية إنسانية إلى قضايا سياسية. قضية المختطفين هي قضية إنسانية بحتة، لا يجعلوها في التفاوضات. الآن بيقولوا خلاص قد إحنا نعمل تفاوض جديد لمنطقة جديدة وهكذا، ويضعوا ملف المختطفين في الوسط. كانت المفاوضات إذا كانوا صادقين سواء من الشرعية أو من الحوثيين أو من الأمم المتحدة التي تدعي السلام، أن يبدأوا مثلا بالأسرى، يخلوا المختطفين العاديين الذي هم مدنيين. من مقر أعمالهم مدنيين بحت في هذا الجانب، يخلوهم قضية أخرى، يطالبوا بالإفراج عنهم ويكتشفوا هل صحيح الحوثي صادق في هذا المجال إذا أفرج عن أسراهم، أسرى الشرعية وأسرى الحوثي إذا كانوا صادقين هؤلاء. ولكن الآن أدخلوا هذا الملف في القضية السياسية فحنبوا المسألة. تخيلي يا ابنتي الحبيبة وجميع المشاهدين واللي يستمعون الآن، أنه الآن مثلا كان في القبائل تستطيع أن تبادل بأبنائها بطريقة أو بأخرى، اليوم هذا المكان مقفل أو هذا الباب مقفل على المختطفين، خلاص ما عاد فيش فرصة لأنه هناك في تفاوض في السويد. يعني مشكلة، بدل ما يفعلوا بدل أن يضعوا زادت هذه المأساة. نعم، إذا ابقي معنا أستاذة أمة السلام. أعود إليك أم أحمد. أم أحمد، يعني كما تفضلت الأستاذة أمة السلام، أصبحت مشكلة المختطفين يعني عوضا أن تكون حل أو يوضع لها حل في اتفاق ستوكهولم، ولكن للأسف الشديد تحول إلى مشكلة، وربما هذا ما نتج عنه سوء تصرف الحوثيين معهم. يعني ألم تتوفر أي مساعدة أو حماية لهؤلاء، خاصة يعني ونحن نتابع بعض المنظمات التي أصدرت تقارير حول هذه الانتهاكات في التي سمعت بعض الشهادات في المحكمة التي تم المحكمة الجزائرية التي تم محاكمتهم فيها، ومدى السوء الذي تعرض له هؤلاء؟ قابلنا في الأسبوع الماضي حماية في الصليب الأحمر، تحدثنا معها عن اوضاع المعتقلين في سجن الامن السياسي وغيره. المرضى الذين وصلت حالاتهم الى الحاله الحرجه، لم يجدوا ادويه، لم يسمح لهم بالكشف امام طبيب، لم يسمح لهم بادخال العلاج، وعدونا بانهم سيحاولون الاطلاع على اوضاع الامن السياسي، وانهم سيحاولون ايضا يزور هناك بعض المعتقلين والمختطفين لمعرفه احوالهم، لكن هذا يتوقف على مدى تجاوب الحوثيين معهم وعلى مدى السماح لهم، لانه حتى الان لم يسمح لهم ابدا بزياره الامن السياسي ولم يسمح لهم بالاطلاع على اوضاع المختطفين فيه. اما بالنسبه لل 36 المقدمين للمحاكمه او المحللين للمحاكمه، تفاجانا بالامس انهم يتم اخذهم الى المحاكمه بدون اخبار المحامين او بدون اخبار الاهالي. فاستغلت هذه الاجواء من اجل الضغط على هؤلاء المختطفين اكثر، الا انهم حاولوا بقدر الامكان ان يوصلوا اصواتهم، ان يتحدثوا عن التعذيب الذي ينالهم داخل الامن السياسي، تحدثوا انهم تعرضوا للضرب، للتعذيب، للتقييد، انه لا يسمح لهم بدخول دوره المياه سوى مره واحده او مرتين بالاكثر، ومع ذلك لا يتوفر لديهم المياه في داخل دورات المياه، ولا ايضا المياه في داخل هذه الزلازل. نعم. إذن ماذا عن الأهالي وأوضاعهم أم أحمد؟ يعني يصلون إلى حالة من اليأس، ومع ذلك هم مستمرون في هذه المطالبات. إلى أي مدى يمكن أن يكونوا أو يشكلوا صوت فارق أمام المجتمع الدولي لأجل أبنائهم؟ أنا لن أقول أنهم وصلوا إلى اليأس، لكن هم وصلوا إلى حالة كبيرة من القهر، يعني وخاصة مع أحوال المختطفين في هذه الأيام، وبالأخص من استطاع منهم الزيارة ورؤية آثار التعذيب على ابنه أو على قريبه في هذا المكان. الكثير منهم تحدثوا أن المختطف يخرج للحديث مع أهله فيأتي السجان ويجره أمامهم جرا، وقد يتعرض للضرب أمام قاربه الذين جاءوا لزيارته. هذا كله صح أنه يعني أصابهم بالقهر، لكنهم لم يصلوا إلى اليأس، سيظلوا ويعلموا أنه لن يضيع حق وراءه مطالب،
سيظلون بالمطالبة بحقوق أبنائهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط. هم مدنيين اختطفوا من بيوتهم من مقر أعمالهم، ليس لهم أي تهمة ولم توجه لهم تهمة حقيقية، بل لصقت عليهم تهم بالبعض. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ أحمد السلام. أستاذ أحمد السلام، يعني ما يتم استغرابه أن لا صوت للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ولا لما تتعرض له الأمهات من المنظمات المعنية أيضا بحقوق المرأة والحديث عن السلام والنساء هن صانعات السلام. ما الذي يعني يحدث للمرأة اليمنية من قهر وظلم وحرمان من ابنها، ومع ذلك لا نجد أي منظمة تتبنى هذا الصوت؟ يا عزيزتي، أنا من خلال عملي في رابطة أمهات المختطفين ومن خلال التواصل الذي تواصلنا مع جميع المنظمات والفاعلات ونساء السلام وأمهات الناس في كل مكان، اتضح لي أنه هناك ما أدري شو اسمها أكذوبة اسمها المرأة والسلام، يعني من هذا القبيل، والاتفاق 25/13 وكلها حماية المرأة، وهذه كلها مدري صنعت أو كتبت لناس ثانيين، ما أعتقدش أنه لليمنيين، وإلا تدعى مجموعة كبيرة للسلام في الأردن ومؤتمر ترعاه الأمم المتحدة للسلام، ويتم عرض نقطة صغيرة جدا في هذا الموضوع من قبل إحدى الناشطات في رابطة أمهات المختطفين، وكأنه يعني عرض لتكملة ما أدري إيش استكمال العرض. هذه الذي نعاني منه، نعاني من عدم المصداقية، من عدم الجدية، من عدم الإنسانية الذي نفتقدها في صفوف الناشطات والناشطين والناس والأمم المتحدة والعالم ومجلس حقوق الإنسان وغيرها. ما استطاعش هذا المجلس ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أحد أن يفرض على الحوثيين إخراج حتى مريض من داخل سجن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. إذا كان هكذا إذا ما أدريش المسألة عادي مطولة كثير وكثير وكثير، ما أدريش إيش التعامل بهذه الصورة مع جماعة الحوثي. ما تستغربي هذا، نسميه دلال، نسميه تطنيش الآخرين من أجل شيء معين. فنحن وصلنا إلى مرحلة أننا نستغرب هذا أو نستعجب. دائما نحن نعمل مع نساء السلام ونعمل في قضايا المرأة، وأن المرأة لابد أن تصل إلى مراكز صنع القرار وغيرها، وأصبحنا في هذا الجانب. لكن أن نناصر قضية إنسانية مثل هذه القضايا الإنسانية، هناك في إشكالية في هذا الأمر. وأنا بدوري من هذا المنبر أدعو الناشطات والأخوات اليمنيات الفاعلات أن يقف وقفنا مع أمهات المختطفين ورابطة أمهات المختطفين في المناصرة لهذه القضية الإنسانية. ارحمين يا أخواتي، ارحموا النساء، أخواتكم على أبواب السجون تهان. أي سلام في العالم وأي سلام في اليمن وإذا كانت المرأة تهان أمام السجن وغيرها؟ السلام يبدأ من قلوب الأمهات، السلام يبدأ من أمهات المختطفين. أفرجوا عن المختطفين، يقول كلنا بصوت واحد، أفرجوا عن المختطفين. هؤلاء الناس بسطاء مدنيين لم يرتكبوا جرما ولا إثما. نعم، إذن أستاذة السلام، يعني ألا يحق للشرعية أو أي هيئة تابعة لها الضغط على الأمم المتحدة لتبذل جهود وساطة أو ضغوط من أجل الإفراج عن المعتقلين؟ يعني يتحدثون عن جولة أخرى، ألا تستطيع الشرعية أن تضغط بملف المعتقلين أنه لا حديث عن أي جولات محادثات إلا بعد يعني حل إشكالية المختطفين؟ نحن نعتب أيضا على الشرعية،
نعتب على المفاوضين، نعتب عليهم كلهم. قدمنا لهم ملف المرضى، قلنا يبدأوا بهذا الملف، والله لو ضغطوا لاستجاب الناس لهم، ولكن عندما يقول لهم خلاص معلش داروا الناس مشوا علشان كذا، والله لو احنا نقول النائحة المستأجرة ليست كالثكلة، لو كان واحد من هؤلاء المفاوضين كان ابنه داخل المعتقل أو بنته أو قريبه أو أبوه، والله ما يكون بهذه الصورة ولا بهذه الصفة. يا عزيزتي الوضع صعب جدا، ما أدريش حتى شوفي في المفاوضات أصلا إيش اللي حصل. أول شيء قالوا تبادل كامل، تبادل الجميع بالجميع، ثم بعد ذلك النص بالنص، ثم بعد ذلك الربع بالربع، وبعدين 225، وبعدين الأموات، نبدأ بالميتين مع الميتين، وماتت القضية ومات كل شيء، لأنه بيحصل من الشرعية أن يقول لهم تمام يلا نشوف الكذاب لا باب الباب. هذه هي مشكلتنا، مشكلتنا ما فيش حزم لهذه القضية. والله لو هي قضية أي قضية أنك تخرجوها من زمان، لكن ما أدريش كما قلت لك بيدخلوها في جانب سياسي، ولذلك بتحصل هذه العرقلة في هذا الجانب، أنه دخلوها في مسألة أنه الحديدة وما حديدة وهذا الجانب، وكما ذكرنا ضاعت القضية في خضم هذه الأشياء. القضية المختطفين قضية إنسانية، ونؤكد على ذلك، وننادي الناشطين والناشطات والأخوات اليمنيات الفاعلات الرائعات، وننادي الجميع والأمم المتحدة والصليب الأحمر والمفوضية وجميع حقوق الإنسان والشرعية وكلهم، أن هذه قضية إنسانية، أفرجوا عن أبنائنا. لا نريد معاملتهم معاملة، الآن يشتوصلون أن احنا نعاملهم معاملة خلاص يلا عاملهم تمام داخل السجن، لا، نحن نريد أن يفرجوا عن أبنائنا دون قيد أو شرط. حرام 4 سنوات الناس في ظلم، أسرهم تشردت، أبنائهم ضاعوا، مأساة، مأساة بمعنى الكلمة، مأساة. إذن أستاذة أمة السلام، يعني نحن نتحدث عن صلف الميليشيا وتجاوزها لكل الأعراف المنطقية، ولأننا نتحدث عن ميليشيا يعني تصل إلى هذا السوء، الغريب في الأمر أن يعامل المختطفين أيضا والمعتقلين في سجون يفترض أن تكون تابعة للشرعية في سجن بير أحمد في عدن وفي بعض المناطق، بذات السوء الذي تحدثت عنه بداية الحلقة أنه معاملة متساوية، يعني ألا يدعنا ذلك نضع علامة استفهام كبيرة؟ يعني هذه ميليشيا انقلابية وتصرفت هكذا مع أبنائنا، فلما تتصرف جهة يفترض أن تكون تابعة للشرعية بهذا الشكل؟ وهذا ما نستغرب له أيضا، أنه المأساة متكررة، يعني تخيلي من المقلاة إلى النار، لا هم اللي هنا رحموا الأمهات ولا اللي هنا رحموا الأمهات، نفس المأساة تتكرر على الأمهات، ولذلك فقدنا الأمل في هذه في الداخل، فرجعنا ورفعنا صوتنا إلى الخارج، إلى الذي يضغط عليهم بالتصرف بإنسانية أولا، ثم الإفراج عن هؤلاء الناس. أبناءنا في المعتقلات في عدن أيضا يعانوا، ولذلك الأمهات طالبين أنه إذا كانوا أبناءنا مذنبين قدموهم للعدالة وحاكموهم، حتى أن كثير من الذين هم معتقلين داخل سجن بير أحمد قد صدرت أوامر من النيابة بالإفراج عنهم، فلماذا حبسهم؟ إذن هذه مأساة، هذه مشكلة، ضغط على الناس بهذه الطريقة، إيش يشتوا هؤلاء الناس؟ إيش يوصلوا هذا البشر لأي مرحلة يريدوا أن يوصلوا هؤلاء اليمنيين البسطاء الناس المسالمين الطيبين؟ إلى أي مرحلة يريدوا أن يجعلوا منهم قنابل موقوتة في أي لحظة ممكن تنفجر؟ هذا الذي يريدوا أن يحصل هناك عدم استقرار لليمن، عدم استقرار لهذا الأمن، لابد ما يعملوا عملية تصالح مع هؤلاء الناس، هؤلاء بشر، هؤلاء مواطنين طيبين ما ارتكبوا إثماً،
إذا ارتكب إثم الأمهات بيقولين حاكموا أبنائنا. طيب إذا كانوا غلطانين، إذا كانوا عملوا شيء، حاكموهم، قدموهم للمحاكمة، إحنا قابلين. لكن تحبسوهم هكذا بدون أي سبب، وفي الأخير يتم معاملتهم بهذه الطريقة والتحرش بأهلهم بهذه الطريقة، مما يثير غضب هؤلاء. طب مهما كان هذا المسجون هو يمني وعنده أعراف وعنده قيم وعنده مبادئ، ما هوش من الشارع. فلما يشوف أمه تهان أمامه، ولا تبكي حتى، ولا زوجته يتحرش بها، ولا يعمل شيء، هذه مأساة مأساة. تخيلي كيف سيخرج من هذا السجن. أولا كيف سيكون ناقم داخل المجتمع، داخل السجن على المجتمع، ثم بعد ذلك عندما يخرج من السجن. يا ناس، هذه قضية شائكة، فلا بد أن يتكاتف الجميع لمعالجة هذه القضية الشائكة الإنسانية التي تحصل في اليمن. نعم، إذن يعني وأنت في عدن بالتأكيد تتابعين هذا الملف، يعني هل استطعتم الوصول إلى وزارة حقوق الإنسان، إلى وزارة الداخلية التي أنكرت يوما ما وجود مختطفين أو معتقلين في هذه السجون؟ ما الذي يردونه عليكم، أو أنهم لا يستجيبون نهائيا لنداءاتكم ووقفاتكم؟ الجميع بيتابع الوقفات التي بتحصل في عدن، يوم أمام بيت النائب وزير الداخلية، ويوم أمام قصر المعاشي، ويوم أمام النائب العام، ويوم يعني قد واضحة عين الشمس، يعني ما عادش محتاجة إلى كلام. وتستمر الوعود والتهربات وغيرها من المماطلات واتهامات وإلصاق اتهامات بهؤلاء المختطفين، إنه هذا عيالك، ما أدري إيش عيالك. طبعا أنت لما تخاطب أم تشتي تشوف ابنها، تعامل معها مع هذا الأساس. هذه أمهات، هؤلاء أمهات يريدين يشوفين أبنائهن ويحضنين أبنائهن ويشوفين أبنائهن يتعذبوا ويحرق قلوبهن. هذا المأساة، ثم بعد ذلك المماطلة أو عدم الرد أو الصد أو الوعود إن شاء الله إذا لا حين ميسرة. نعم، هل حاولتم الالتقاء بقيادات عليا في الدولة، رئاسة الجمهورية، نائب الرئيس، حينما كنتم في الرياض لإيصال صوت هؤلاء الأمهات؟ التقينا بالجميع، لم نترك واحدا من هؤلاء الناس لم نلتقي به. حتى أن رئيس الجمهورية عندما كان في عدن، دخلت بنات رابطة أمهات المختطفين، عضوات الرابطة، دخلين إلى عند الرئيس وسلمنا رسالة من رابطة أمهات المختطفين ومن أمهات المختطفين، وصلنا لعند النائب الرئيس، لوزير رئيس الوزراء، لوزير الخارجية، لوزير حقوق الإنسان، وزير الداخلية، للنائب العام، للمحكمة العليا، اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق. أنعدنا نروح، قولوا لنا يمكن في طريق آخر، ما عد مش قادرين، فين نروح؟ قولوا لنا يمكن نروح هذا المكان، وسنذهب نحن أمهات، سنذهب ونتابع بعد أبنائنا، وستظل أمهات المختطفين ورابطة أمهات المختطفين مع هؤلاء النساء، مع هؤلاء المظلومات، مع هؤلاء المظلومين، إلى أن يصلوا إلى حقوقهم كاملة إن شاء الله. إن شاء الله. هل لديكم يعني عضوات في مختلف الدول حتى تستطيعن إرسال أصواتكم، طالما وأنتن في الداخل؟ يعني نعلم مدى صعوبة تواجد بعض الأمهات في المحافل الدولية وال يعني مجلس حقوق الإنسان وما إلى ذلك. هل استطعتم أن توفروا من يكون مندوب عنكم أو صوت لكم في هذه الأماكن، أو حتى على الأقل منظمات مساندة لكم، مشاركة لكم، منظمات محلية أعني بالضبط، حتى تستطيع إيصال صوتكم إلى الخارج بصورة أسرع أو يمثل ضغط بشكل أقوى؟
عندما نسمع أن هناك فعالية إذا ما قدرناش أن نشارك أو لم تستطع عضوة من العضوات أن تذهب إلى المشاركة أو لم يتم استدعائنا، فنحن نتواصل مع العامل مع الناشطين في تلك الدولة أو في ذلك الملتقى ليحملوا ملفنا ونزودهم بجميع الأدبيات التي معنا. وفي الأخير شكلنا على أساس يكون معنا مناصر لرابطة أمهات المختطفين في هذه الأماكن التي لا نستطيع أن نصل إليها. شبكنا مع بعض المؤسسات أو القيادات الشابة التي بدأت بالظهور في المجتمع اليمني وغيرها، كان المتفاعلات وحملين القضية معنا وحملين ملفانا إلى كثير من المحافل الدولية التي حضرينها، ومشكورات على ذلك. فئات رائعة جدا من النساء اليمنيات التي تفاعلت مع قضية المختطفين في اليمن. أيضا عندما لا نستطيع أن نصل إلى جنيف أو غيرها نسعى إلى أي واحدة من الناشطات التي تتعاون معنا لتحمل أيضا قضيتنا وملفنا إلى ذلك. مؤتمر المرأة الذي حصل في الأردن أيضا وصلنا صوتنا وقضيتنا عبر أحد الأخوات الناشطات في اليمن وغيرها. إذا لم نستطع أن نصل نحن فبنوصل صوتنا بأي طريقة بحيث تكون هذه القضية حاضرة في كل المحافل الدولية وفي كل المجالس التي تعقد، مجلس حقوق الإنسان وغيرها. سنستمر وسنناضل وسنجتهد إلى أن نسعى ونفرج عن أبنائنا جميعا ويخرجوا أبناء أمهات المختطفين جميعا إن شاء الله تعالى. وستظل الرابطة هي الداعم لهؤلاء الأخوات وهؤلاء النساء المظلومات. نحن نعمل في مجال حقوقي إنساني وخلطناه بمسألة العاطفة، ولذلك يعني يصعب تصنيفنا في أي مجال، لأن احنا نعمل في مجالين حقوقي وإنساني عاطفي في نفس المجال. نعم، يعني ربما هذا لا ينقص أو يستنقص من هذه الرابطة، على العكس، يعني أن تكون رابطة خاصة بالأمهات الموجوعات هي تعطيها قداسة أكبر. نحن نتابع هذه الجهود أستاذة أمل السلام منذ بداياتها، يعني منذ سنوات وهي تسعى لإيصال صوت هؤلاء الأمهات، وللأمانة يعني كانت هي الصوت الأبرز أو الوحيد في ظل تعسف الميليشيا وعدم سماحها بوجود أي طرف يمكن أن يقف ضدها. كنتن أنتن الأشجع وصاحبات الصوت الأقوى. ما هي يعني أساليب الضغط التي ترتؤون أنكم ربما تحاولون من الوصول إليها لكي يستمع إليكم العالم والمجتمع الدولي بصورة أوسع؟ من فضل الله عز وجل أنه أنشطتنا المستمرة والثابتة دائما والمتابعة وإرسال الرسائل هذه وصلت الصوت، والحمد لله أن وصلنا صوتنا بحيث أن احنا نعطي لأنفسنا أنه احنا عملنا جهدنا، يعني احنا عملنا هذا الجهد جهد المقل، احنا وصلنا لهذه المرحلة وأحرجنا الجميع، أحرجنا الشرعية، أحرجنا التحالف، أحرجنا الأمم المتحدة، أحرجنا الجميع بهذا الصوت المرتفع من داخل اليمن. سمعنا الجميع صوتنا ونحن ننادي أن هناك فئة مظلومة داخل السجون تعذب، أن هناك أمهات ينتهك حقوقهن، أن هناك أطفال أبناء المختطفين يعانوا معاناة شديدة. والله لو نقص هذه القصص وفي وقت مسموح لا تسمعوا العجائب مما يحصل لهذه الأسر. صعب أنه يكون الرجل مغيب داخل السجن والأم هي التي والزوجة هي التي تتحمل البيت، تتحمل الأطفال وتتحمل تكاليف أيضا الرجل داخل السجن بالظروف هذه الصعبة التي تمر بها اليمن من الناحية الاقتصادية. أيضا عدم وصول المساعدات إلى هذه الأسر داخل صنعاء لأنه يصنفوهم أنهم معادين لهم وغيرها، يعني مأساة مكتملة الأركان. نعم، إذا أستاذة أمل السلام دعينا نستمع لصوت يمني ولكن من خارج اليمن يتابع هذه الأحداث ومهتم بهذه القضية. مساء الخير أستاذ لبيب ناشر الناشط الحقوقي من نيويورك عبر الهاتف.
أهلا بك أستاذ لبيب. يعني كشفت رابطة أمهات المختطفين أن عشرات المعتقلين المدنيين في سجون الأمن السياسي بصنعاء وكذلك في بير أحمد يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي. كونك في مجال حقوق الإنسان، كيف تتابع ذلك؟ طبعا أنا هنا هتكلم بصفتي أولا ناشط في هذا المجال ومتابع لقضايا المعتقلين السياسيين بشكل خاص، وأيضا قبل ذلك كون معتقل سياسي سابق في سجون الحوثة وتعرضت للتعذيب على أيديهم. ما يحصل في سجون الجماعات الانقلابية يفوق تماما ما هو موجود في أي تقرير حقوقي. نحن عندما نكتب التقارير الحقوقية، وهذا مثل على الواقع أنا أتحدث عنه، عندما أكتب تقرير حقوقي عن حالات تعذيب حصلت في أي سجن، لا نستطيع أن نكتب كل ما يحصل أو ما حصل للسجين، وذلك لأن ليس لدينا أدلة دامغة كصور أو فيديوهات من واقع التعذيب، وبالتالي المنظمات الدولية لا تقبل إلا الكلمات أو الجمل الذي هي موثقة. معنى ذلك أن نحن لا نوصل للمنظمات الدولية، للأسف الشديد أنا أعترف بهذا الأمر، لا نوصل للمنظمات الدولية ولا حتى 30% أو نقول 40% من ما يحصل لهؤلاء المعتقلين في داخل السجون. ما يحصل لهؤلاء المعتقلين والله جرائم، جرائم أكثر مما يتصورها العقل. طبعا كمنظمات حقوقية، الآن أتحدث كمنظمات حقوقية أيضا، يصعب علينا أن نتحدث ونطالب مع أو نطالب الطرف الإنقلابي بإطلاق سراح هؤلاء. أول ما تبدأ المنظمات الحقوقية تطالب بإطلاق سراح هؤلاء يزيدون في تعذيبه، لأنهم يعتقدون أن له شأن كبير في داخل النظام السياسي للشرعية، وبالتالي يوغلون في تعذيب المعتقل أكثر. إذن نحن ليس أمامنا غير نحن كمنظمات حقوقية، وأعتقد حتى الجهة الحكومية في الشرعية، ليس لدينا إلا مجال واحد وهو التوجه إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة لكي نطالب أن يضغطوا على الانقلابيين. خلاصة حديثي هنا بأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلين عظيم ومؤلم وبشع جدا، وبالمقابل نحن عاجزون على أن نوصل صوتهم بنفس الألم أو بنفس كم الألم الذي يعانون به إلى المنظمات الدولية، ولكن نحن نعمل قدر ما نستطيع. يبقى هنا جهة الشرعية، أنا أطالب من خلال قناتكم، أطالب منظمات حقوق الإنسان للحكومة الشرعية أن تزيد الضغط إلى أبعد حد على منظمة الأمم المتحدة لكي يضغطوا على الانقلابيين. هم لديهم أكثر من موقف يساومون عليه، أكثر من ورقة يساومون عليها، يجب أن يطردوا هؤلاء المعتقلين بأسرع وقت. هؤلاء المعتقلين يموتون، كل يوم يموت علينا معتقل في داخل السجون من التعذيب. شكرا آسيا. نعم شكرا لك لبيب على هذا الطرح، ولكن يعني للأسف الشديد يعني الشرعية لا ندري حتى على مستوى أن تتواجد معنا في مثل هذه الحلقة، لم نتمكن من الوصول إلى وزارة حقوق الإنسان، أو تم الوعد بأن يكون معنا أحدهم ولكن لم يظهر، لا نعرف ما هو السبب. برأيك لماذا أخفقت الجهود الدولية في حلحلة ملف المختطفين؟ إذا هناك متابعة حقيقية ستنجح الجهود. هذه الكلمة الذي أستطيع أن أقولها لك، يعني نحن نسمع من الجهات من المنظمات الدولية أن ليس هناك متابعة حقيقية من قبل الجهات الحكومية في دولتكم، وبالتالي هذا هو الموقف. هناك متابعة حقيقية من الحكومة الشرعية، سيكون هناك نتائج بالتأكيد. نعم، إذن بقدر ما يحضر هذا الملف في الأجندة الحقوقية والإنسانية أستاذ لبيب، يعني هل تجد أن هناك جدوى أو مؤشرات للإفراج عنهم؟ يعني في كل المحافل تقريبا يتم وضع هذه الورقة، ولكن لا حراك حقيقي على الأرض. القدرة على التفاوض، وعلى فكرة الحوثيين يهمهم جدا أن يطلقوا أسرائهم. يعني الحوثيين كل أسرائهم لدينا مقاتلين، أنا أقصد الحوثيين أو أسر الحوثيين لدى الحكومة الشرعية هم مقاتلين. لماذا؟ لأنهم أسروا في الجبهات، بينما الأسرى من الطرف الآخر موجود لدى الحوثيين، أخذوا من بيوتهم، أخذوا من دورهم وهم آمنين، أخذوا من بين أطفالهم. فإذا كان هذه الملفات تطرح
بمتابعة جادة أمام المنظمات الدولية على طاولات التفاوض، يركز قليلا على موضوع المعتقلين السياسيين، سيصلون بالتأكيد إلى نتيجة، ستصل الحكومة الشرعية بالتأكيد إلى نتيجة، لأن المنظمات الدولية تضغط في هذا أو ستضغط في هذا الجانب. نعم. إذا شكرا جزيلا لك لبيب ناشر الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. وفي دقيقة أستاذة أمة السلام، هل يعني وجهتي كلمة تودين أن تصل لأحد ما أو لجهة ما؟ فتفضلي. كلمتنا التي نرددها دائما وأبدا، أفرجوا عن أبنائنا المختطفين هؤلاء، مظلومين، أريحوا قلوب الأمهات، السلام يبدأ من قلوب الأمهات. رابطة أمهات المختطفين ستظل تتابع مع الأمهات إلى أن تصل إلى الإفراج الكامل عن أبنائنا المختطفين إن شاء الله تعالى. رسالتي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرهم والشرعية والتحالف وجميع الناشطين والكل، أوقفوا مع رابطة أمهات المختطفين وأمهات المختطفين في مسألة الإفراج عن أبنائهم، وارفعوا صوتهم واضغطوا على جماعة الحوثي أن تخرج هؤلاء البشر وهؤلاء الأبناء المظلومين بدون شرط أو قيد. نتمنى أن يصل صوتك أستاذة أمة السلام وصوت الرابطة عبر منبر المساء اليمني من قناة بلقيس. شكرا جزيلا لك يا أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.